ينتشل أهالي معرة النعمان شهداءهم وجرحاهم من تحت الأنقاض ويلملمون جراحهم بعد يوم دام شهدته المدينة. مقاتلة حربية تابعة للعدوان الروسي أغارت على مشفى أطباء بلا حدود جنوبي المعرة، والنتيجة أن تحول المشفى إلى ركام فوق من كانوا داخله من أطباء وكوادر ومراجعين. وتبعتها بعدة غارات أسفرت عن وقوع ضحايا أيضا ممن جاء لينقذ ضحايا الغارة الأولى. اليوم من الصبح تفاجأنا بغارتين للطيران الحربي على مشفى أطباء بلا حدود، هذا المشفى اللي هو جنوب معرة النعمان، فتوجهنا هناك كدفاع مدني للمكان وبلشنا نشتغل. أثناء عملنا رجع الطيران الروسي استهدفنا بغارتين كانوا قراب منا، اضطرينا احنا نوقف شغلنا لعدة ساعات، رجعنا هلا نكمل شغلنا من جديد، عملنا آليات لأنه المشفى هو ثلاث طوابق، الصواريخ كانت شديدة الانفجار، الثلاث طوابق صارت فوق بعضها، الكادر الطبي مرضى كلهم مدنيين كانوا تحت الأنقاض. لم يهدأ الطيران ولم يلتقط الأهالي أنفاسهم حتى أعاد الإغارة على مشفى آخر وهو مشفى 101، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 5 أشخاص، منهم من المدنيين ومنهم من الكوادر الطبية، حتى حار أهالي المعرة إلى أين يسعفون جرحاهم. حصيل الغارات بالمشفى الوطني ما يقارب 5 شهداء، لهون حتى الآن عندنا ما يقارب 12 شهيد، في عندنا لسه ما يقارب 10 أشخاص تحت الأنقاض، لسه ما بنعرف العدد كشيء ضبط، في عندنا مصابين يقاربوا 25، طبعا المصابين والشهداء كلهم بين كادر طبي ومدنيين وأطباء. هذه المنشأة الصحية مدعومة من قبل أطباء بلا حدود، لم تمنع هذه العبارة طيران روسيا من استهدافها، بل على العكس كان الاستهداف بشكل مباشر ومقصود لها. ليس هذه المنشأة فحسب، بل يستهدف هذا الطيران كل نقطة تنبض بالحياة وتحوي تجمعات للمدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد. يستمر طيران العدوان الروسي باستهداف الأماكن الحيوية في معظم مناطق سوريا، آخر هذه الاستهدافات كانت قصفه لمشفى أطباء بلا حدود في مدينة معرة النعمان، ما أسفر عن حدوث مجزرة. محمد فيصل، أورينت نيوز، من مدينة معرة النعمان، ريف وإدلب.